بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. ياسين الهليل مدير التطوير الإداري والتدريب في المجلس الأعلى للشباب، ضابط الارتباط مع اليو ان في. حقيقة تربطنا علاقة وشراكة عملية وممتازة مع اليو ان في في الأردن. خططنا معا لتنمية مهارات وقدرات الشباب الأردني العامل في مجال العمل التطوعي من خلال عمل هذا المخيم الوطني للمتطوعين في منطقة عجلون السياحية. تم اختيار المشاركين وفق أسس من العدالة والشفافية والنزاهة من خلال الإعلان أونلاين وإجراء مقابلات للشباب الأردني على اختلاف مناطقهم ومحافظاتهم طبقا لخبراتهم في هذا المجال، بحيث يشارك في هذا المخيم مجموعتين من الشباب، مجموعة من ذوي الخبرة ومجموعة من المبتدئين. نهدف إن شاء الله تعالى من هذا المخيم الخروج بمجموعة من الشباب ممن يمتلكون مهارات عالية وجيدة جدا في مجال العمل التطوعي ليعودوا إلى محافظاتهم ومجتمعاتهم المحلية ليكونوا قادرين على بناء مجموعات عمل تطوعية. نحن إن شاء الله تعالى نتأمل من هذا المخيم الكثير الكثير بالاستناد إلى الخبرات التي تدربوا عليها الشباب وتلقوها.